في خبر كمان خبر سعيد بصراحه يمكن ميار ميار طبعا ميار شريف لاعبه المنتخب الوطني طبعا ولاعبه النادي الاهلي سابقا ومصنفه رقم 164 بتفوز ببطوله شارلستون الدوليه للتنس بالولايات المتحده الامريكيه وده في انجاز تاريخي للتنس المصري بشكل كبير جدا. ميار استطاعت الفوز والتغلب على منافستها البولنديه المصنفه رقم 130 بمجموعتين 2-0 بنتيجه 2-6 و3-6. ميار كمان بتحقق 9 انتصارات متتاليه ببطوله تشارلسون الدوليه ضمن طبعا ايضا ضمنت الحصول على 50 نقطه كمان بتحط 50 نقطه على ترتيبها العالمي بتقترب من المركز 150 عالميا. لا بيقال كمان هي بقت اعتقد 132 يعني بالظبط 164 لان هترفعها درجات كبيره جدا قفزه كبيره يعني. ميار طبعا اول لاعبه مصريه في التاريخ بتبلغ الدور الرئيسي في احدى طبعا البطولات الجراند سلام الكبرى بعد طبعا ما وصلت للدور الرئيسي برولان جاروس في اكتوبر اللي فات وطبعا احنا وهي طبعا بتتأهل طبعا لأولمبياد ان شاء الله طوكيو في 2021. انجاز كبير جدا وميار يعني بتحقق انجازات كبيره الفتره اللي فاتت ودي لاعيبه طبعا لاعيبه النادي الاهلي ودي لاعيبه منتخب مصر فانجازات كبيره وبتدل ان الاراده والعزيمه يعني واحنا قادرين كمصريين يمكن ده بربطه باللي بيحصل وتنظيمنا وازاي ممكن احنا نطلع حاجه حلوه قوي يعني دايما لازم نؤمن بنفسنا ان احنا عندنا قدرات وقدرات كبيره جدا بنؤمن بنفسنا بنشتغل على دوت بشيء احترافي بتخرج صوره ميار لينا بشكل اكتر من رائع. في اسبانيا اقامه شبه دائمه يعني واحنا برضو بنحيي الاسره والوالده ووالدتها والاسره عموما لها دور مهم قوي زي ما حضرتك عارف في الالعاب الفرديه وخاصه التنس والسكواش فشيء جميل جدا ان انت يبقى عندك مثل هذا النموذج اللي احنا كلنا طبعا نقف وراه ونسانده اكيد لانه ده بيدخلك في حته تانية يعني عالميه وفي لعبه من اللعبات يا استاذ اوس اللي هي نقدر نقول انها محتاجه مصاريف كتير ومحتاجه انفاق فني طبعا يعني شيء جميل يعني وشيء الاجمل كمان ان يكون حد من البيت الكبير يعني حد من البيت طبعًا الكبير يعني طبعا احنا عارفين لعيبه النادي الاهلي لو من البيت الكبير يبقى احسن ومنتخب يعني لعيبتنا ومنتخب مصر طبعا حاجه يعني احنا كاهلاويين عامله حاله يا كابتن هاني يعني عامله حاله كبيره وحاله مميزه وكنا فرحانين بيها قوي وهي يعني الاول مره نشوف حد من عندنا من مصر بيلعب في بطولات التنس الكبرى رولان جاروس وبتتأهل وبتلعب وبتأدي بشكل فني ومميز جدا مع بطلات التنس مصنفة على مستوى العالم يعني فكون ان هي تفوز ببطولة تشارلستون في الولايات المتحدة الامريكية فده طبعا انجاز كبير جدا وامتداد لسلسلة انتصاراتها اللي عاملاها وعندنا طموحات كبيرة جدا في ميار ان شاء الله ان هي تقدر تسير بشكل قوي جدا وشكل مميز جدا لان التنس دي من اللعبات اللي بتحتاج يعني نفس طويل جدا وجهد كبير جدا وطبعا يعني الاهلاويه مميزين بالنفس الطويل ان شاء الله يعني ان شاء الله كمان يكسبوا البطولات اللي محتاجه نفس طويل.